اسمع مني، مثل ما تعودنا اسبوعيا مع المعالجه النفسيه جوال زعيتر عبر زوم. صباح الخير جوال. صباح النور زينه، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال، وانت كيف؟ الحمد لله منيحه منيحه. اليوم ان شاء الله قريبا برجع على لبنان وبشوفكم. شو هيدي فيها قريبا؟ يعني جايه شكلك رجعتي لنا. ايه بس شي جمعتين. خي يلا ان شاء الله اشتقنا لك بالاستوديو معنا جوال. جوال اليوم موضوعنا مثل العاده كثير مهم، مختلف شوي. قررنا نحكي، تخبرينا شوي عن العلاج الزوجي، الكابل ثيرابي، اللي اوقات كثير ممكن يخلي هيدا الشيء يصير فيه طبعا علاقة أفضل بالمنزل. وكتير أوقات الناس ما بيعرفوا قديه ممكن هيدا العلاج يطلعنا من أمور أو مشاكل معينة عم نعيشها بالبيت وما عم نعرف كيف نتخلص منها أو شو أساسها. صح، أول شيء موضوعنا اليوم كتير حلو، مثل ما قلت مختلف عن دايما بنحكي عن أمراض وعلاجهم أو عن صفات معينة بحاجة يمكن لمعالجة أو إعادة هيك بركة إدارة بالشخصية الإنسان. بس اليوم هيك حبيتنا هيك نحكي عن العلاج الزوجي، مثل ما بالعلاج النفسي هو فيه كتير أنواع علاجات، منه نوع واحد بس، يعني بس مثلا بيكون one to one therapy، بس بيكون هيدا الشخص عم يروح عند المعالج النفسي ويكون عم ياخد هالجلسات العلاجية. في نوع من الأنواع النفسي اللي هو العلاج النفسي اللي هو الكابل ثيرابي أو العلاج الزوجي، واللي هو بيهدف لأنه يكونوا الاثنين الكابل اللي بيكونوا بالعلاقة الزوجية مش بس كزوجين، ممكن يكونوا ناس عم يقدموا على الزواج، يعني يكونوا بعدهم بفترة الخطوبة ويلجأوا للعلاج الزوجي. ممكن يكونوا ناس خاطبين، ممكن يكونوا ناس مزوجين، ممكن يكونوا ناس مزوجين صار لهم كتير سنين، ممكن يكون صار لهم وقت قصير. ومثل ما دايما بنعرف يعني بأي بروجي بدنا نعمله بالحياة، إذا ما عملنا له صيانة، إذا ما جب مثل ما إذا منجيب سيارة ما عملنا لها صيانة كل فترة، هيدي السيارة يمكن بوقت توصل تتعب كتير ويصير فيها كتير مشاكل، بتلاقيهم كلهم يمكن عندها مشكلة بموتور، مشكلة بالبطارية، مشكلة بكذا. نفس الشيء العلاقة الزوجية، إذا تراكمت هيدي المشاكل بدل ما تكون مشكلة صغيرة بتصير كتير كبيرة مع الوقت. صح، لازم لإعادة صيانة. جوال، في كتير ناس يمكن صعب عليهم، ما بعرف، بتخوفهم فكرة العلاج يعني، وهيدا الشيء بتخيل انه جاي من تربية خاطئة عنا، خاصة هلأ صار في شوي توعي عليها، بس قبل كان انه شو يعني نحن بدنا علاج، لا نحن بنعرف نحل أمورنا لحالنا، وعادة بروح هيدا الشيء للأسوأ. خبرينا، هل كل كابل لازم يكون عنده يعني شخص من خارج البيت متخصص بيقشع الأمور بطريقة مختلفة، بيوجه هيدا الكابل على الطريق الصح؟ ممكن أوقات شيء صغير يخليه ما يكبر، أو عادات، يعني منعرف أنه الحياة الزوجية ما حياة سهلة، هن شخصين مختلفين عن بعضهم بشخصياتهم، يعني ممارساتهم اليومية لأمور هن كل شخص بحبها. هل لازم بداية الزواج يكون في هيك دايما شخص متخصص نحن منروح لعنده منحكي لنا قصصنا أو لا؟ صح، هلا نحن رح نذكر بعض الاسباب اللي اوقات بيلجؤوا لها الكابل ليروحوا عند المعالج النفسي بهدف العلاج الزوجي. بس كمان مش ضروري الشخصين، يعني الواحد رايح على علاج يعني هو مريض، رايح على علاج يعني في مشكله، رايح على علاج او استشاره، مش ضروري تكون علاج لفترات كثير طويله بحال ما في مشكله، منه هيدا الشيء غلط. يمكن يكونوا مثل ما سبق وذكرنا انه هول الشخصين يمكن يكونوا قادمين على مرحلة الزواج، بس هيدا البنت حاسة في عنده هيدا الإنسان يمكن صفات معينة هي بتفضل لو أنه يقدر يحسن فيها. بالنهاية الطبع كتير صعب أنه الشخص أنه يغيره، بس يمكن تحس هيدا البنت تكون عم تستدرك الأمور من قبل بوقت، وتكون يمكن ما عندها هالمهارة المعينة أنه هي تقدر تتعامل مع هالطبع المعين، فهي
تساعده بطريقة معينة أنه يمكن هو بيستحي يروحوا ويلجأوا لهذه الاستشارة يمكن تكون مرة واحدة، وأكيد رح تساعدهم هالمعالج أو المعالجة كيف يقدروا يعني تصير في تواصل بيناتهم بشكل أفضل. نفس الشيء بترجع للميل إذا هو كان مع البارتنر تبعه حاسس فيها أشياء يمكن بفضل أنه يغير. سألتني عن قصة إذا بيكون في خجل أو هيك، نحن بمجتمعنا أصلا كل العالم بعد عندها تابو وبعد عندها بتستحي تقول أنه هي بتحكي أو بتستشير معالجة نفسية أو بتزورها بشكل متكرر أو صح يمكن كل فترة مرة، لأنه عيب أو يمكن أنت مريضة أو بكي شيء أو بصيروا يدققوا كيف بدهم يحكوا معها أو يتواصلوا معها. هلأ عرفتي كتير، بينما برا هو شيء صحي وشيء طبيعي مثل ما الواحد شيء اساسي حتى جوال، يعني شيء اساسي لحياه افضل يعني بالنسبه لهم، ان كان مع الاولاد ان كان بعلاقه زوجيه ان كان حتى الشخص انا بيرسونال ليفل، حتى لو ما عنده مشاكل بس يروح يفضي الامور اللي هو عباله يحكي فيها مع شخص متخصص. فهو هيدا الشغلة أكيد، لأنه هيدا الإنسان المتخصص حيكون عم بيشوف الأمور من برا وبطريقة علمية مش بطريقة عاطفية. يعني مش مثل ما هو الكابل، هلأ لناخد كابل عن جد في عنده مشاكل، إذا زوجين عم يعانوا من مشاكل معينة مثلا رح نقول شو هن الأسباب وشو بيصير. ممكن يكون في عندهم مشاكل بالعلاقة الجنسية وهيدا الشيء كتير منلاقيه. أولا ما بيقدروا يواجهوا بعض لأنه بتعتبر أنه يمكن هي تضايقه أو هو يضايقها، وهيدا الشيء مع الوقت يمكن يكون صغير بس مع الوقت رح يكبر ورح يسبب له مشاكل بأمور تانية بالبيت. يمكن هو يمكن يكون عم يحصر أشياء وهي عم تحصر أشياء ومشاعر ما تقدر تقله إياها، تبج يمكن بمطرح تاني ما بعرف، تكون عم بتصرخ عم بتعيط عم تنفعل ردة فعل كبيرة على موضوع كتير سخيف. ممكن يكون في الكابل اللي كتير عنده إنترنت أدكشن، يمكن حدا من البارتنر كتير بيستخدم الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما بيعطي كتير وقت للشريك وهو ما بيكون منتبه. يعني يمكن مثلا يمكن نكون منواجهها هلا كثير، يمكن يكون الزوجه ما بتشتغل والزوج بيشتغل مثلا رايح كل النهار جاي بده يقعد يمكن معها عشيه وهي معوده بتضل صار عملت عالمها الخاص بالانترنت مثلا، في عندها ناس بدها تتواصل معها بتصير ما عم تعطي وقته بس هي منا منتبهه يمكن مش قصده، وهون بصير مشاكل. يمكن يكون في انواع معينه من الادمان الثانيه، يمكن يكون في كمان مشاكل ماديه وهي من اكثر انواع المشاكل بتصير بين الكابلز، لما يكون مثلا البارتنر صاروف وبارتنر تاني هدفه مثلا انه يعمل سيفينجز ويصمد مصاري، اذا ما كان في هالتواصل بيناتهم وحاطين هن بلان شو بدهم يعملوا، هلا عنا فينا نصرف هلا فينا نشتري هلا فينا نعمل هيك، بيوصلوا لوقت بدهم كمان يصير في مشاكل، يا هو رح يقول لها خففي مصروف او هي كمان، يا رح يوقعوا بيوصلوا لمطرح عن جد يحسوا انه مثل ما بيقولوا دق ناقوس الخطر وبطلوا مرتاحين يعني، وتبلش المشاكل اكثر لانه بالتالي رح يكون في يمكن كومبرومايسز او حرمان كمان بنقاط معينه. كمان ممكن نلاقي مشاكل ب مثلا اكسترنال بروبلمز، يمكن يكون من اخواته للزوج او عائله الزوجه، يمكن يكون من الاصدقاء، يمكن يكون من الشغل، يمكن يكون من طريقه عدم يمكن اهتمام او ما عم يسمع له ما عم تسمع له. سو الباز الاساسي لكل المشاكل ممكن يكون هو التواصل، وهول الشخصين يمكن اذا بيلجأوا مش يمكن اكيد اذا بيلجأوا لاستشاره نفسيه، هيدي دور المعالج النفسي هون انه يحط كل بارتنر على الطريق الصحيح، احسن ما انه يجي يحكي معها لحال ومع البارتنر الثاني لحال، هيك بيكونوا مع بعض بصير في مصارحه قدام شخص خارجي، كل واحد بيحكي شو عنده شو اللي عليه، واول شيء اول جلسه بتكون هيدي المعالجه النفسيه عم تاخذ مثل ما بنعمل مع كل بيشنت باول جلسه، بتكون عم تاخذ تاريخه لهيدا الزوج والزوجه، يعني كيف تربى، كيف الكالتشر تبعه، كيف سلوكياته هو بالحياه، شو بيعمل، شو بحب، شو ما بحب، نفس الشيء للزوجه، هون بتقدر هي تكون فكره عامه، وبعدين عم نفوت بصلب الموضوع، وين هن عم بيواجهوا مشاكل، بهيدي النقطة ليش؟ نرجع يمكن يكون هو بيواجه مشاكل جنسية من وراء
اشياء صايره معه بالطفوله، يمكن يكون اجريسيف او عنده شيء، لا او مثلا الخيانه او مثلا الكذب او مثلا العصبيه، يعني فيك مليون نوع الف مشاكل ممكن تكون. اول شيء بنفكرها صغيره ويمكن تروح مع الوقت، بس قد ما بتكبر وبتزيد مشاكل ثانيه ممكن كابل يلجأوا انه بدهم ينفصلوا. وهون كمان بترجع بتقولي للكابل فكر مره فكر مرتين، يعني دائما بيرجع بيقولوا استشيروا حدا. صح. لانه اذا هذا الكابل حيروح يستشير حدا من افراد العائله او من الرفقه، رح هذا البارت من العائله الاهل البنت حيتعاطفوا معه عاطفيا، واهل الرجل رح يتعاطفوا معه اكثر، يعني رح يحكون يمكن بالعاطفه ما بدهم يخربوا هيدا البيت، بس بنفس الوقت اذا اولادهم مش مبسوطين ما حيقدروا ينصحون النصيحه الصح. اما اذا راحوا واخذوا نصيحه علميه من حدا طرف اكسترنال من برا عم بيوجههم كيف هن يقدروا يديروا هيدا العلاقه، كيف يقدروا يكونوا عم يحكوا مع بعض بشكل بناء بشكل مش عاطفي، يكونوا عم يحطوا كل امورهم على الطاوله لانه زواجهم مهدد. و97% اشارت الدراسات انه من الاشخاص اللي عن جد لجأوا للعلاج الزوجي او الكابل ثيرابي كانت ناجحه، يعني مش انه بس راحوا وهيك. هذا نسبة كتير كبيرة يا جوال، يعني نسبة كتير كبيرة، بس نقول 97%، وبتخيل هيدا الشيء بينطبق على كتير من علاقاتنا بالحياة، يعني نحن كمان كأصحاب كزملاء بالشغل بكل محل، إذا التواصل والوضع الأمور إذا بدك نقاط على الحروف مثل ما بيقولوا مع الأشخاص اللي متعامل معهم بخلي المشكلة تصغر كتير إذا ما انحلت على الآخر. ودايما إذا ما بنحكي بالمشكلة أو منكبرها براسنا أو منصير نفكر ويروح فكرنا لبعيد بيؤدي لمشاكل كتير كبيرة، وعادة بالعلاقات الزوجية هيك بيصير، يعني بيصير كل حدا يحلل لحاله وما بيصير في يعني تصارح او حكي صح. بالموضوع بيسكلي صح، بيسكلي بتكون لانه صار في كتير مشاكل، في كتير يمكن احتكاكات بمطارح معينه، او خلينا نسميها مواضيع منا مسكره مثلا، مواضيع منا مسكره هي حاسه باشياء هو كمان منن حاطينهم قدامهم، منن ما عم يحكوا فيهم، حيتراكموا هول الاشياء وهي تصير تفكر بامور منا موجوده. هو نفس الشيء بالاخص باول فترات الزواج، يمكن يكونوا عن جد عم بيعيشوا، يمكن بيقولوا دائما اول سنه الزواج هي بتكون اكثر سنه فيها مشاكل، اكثر سنه فيها عم يتعرفوا على بعض، عم بتشوفي طبعه وعم بشوف طبعي. منه ضروري هيدا الشيء يكون صحيح اذا فعلا في تواصل، اذا هيدا الكابل عن جد عم يحكي مع عم يتواصل، هو ما عم بخليها تكون عن جد مضايق، عم بتقول كل شيء بدها تقوله وهو نفس الشيء، هيدا الشيء رح يبني علاقه صحيه لبعدين. كمان بنلاقي نوع من المشاكل اللي بيكون على إذا بدهم يجيبوا بيبي أو ما بدهم يجيبوا بيبي، ومن بعدها إذا بدهم كيف يربوا البيبي. صح. فهون يمكن تكون في يكون حياتهم كتير صحية وكتير منيحة، بس مع الوقت هيدا الكابل يصير عنده مشاكل بالبيت رح ينعكسها على الاولاد وينقلها من وراء انه هي بقى تربيهم بهالطريقه هو بده يربيهم بطريقه ثانيه. والتدخل اوقات جوال كمان، التدخل بالعائله بالتربيه كمان كثير اساس للمشاكل، وهيدا الشيء بنشوفه خاصه بمجتمعاتنا العربيه، العيله القريبه من بعضها، يعني بتصير ام البنت بدها تتدخل، ام طبعا الرجل كمان بدها تتدخل، وهون بصير في كثير مشاكل. صح 100%. وهون كمان مثل ما قلنا التدخل اللي بيكون من برا ممكن يزيد على هيدي المشكله، يعني مش حيكون عم بيحسنها وراح يكونوا عم يتعاملوا معهم بطريقه عاطفيه، يعني يمكن البنت تكون على حق بس ما راح تجي الام تقلها كفي انت مثلا ما تقلو ايه مزبوط معك حق وكذا، يعني او البنت تكون مغلطه الام تجي توقف معها يمكن لانه عم تشغل عاطفتها، بينما الشخص اللي بيجي عم يعطي راي علمي اكيد ما راح يكون عم النتيجه رح تكون هي ذاتها. وكمان بيعطوهم هوم ورك، يعني بتطلب منهم المعالجه النفسيه او المعالج النفسي انه انت مثلا عندك فرض تعمله هلا من بعد هيدي الجلسه هلا ما تفل، ولا الزوجه نفس الشيء، بصيروا هول الاشخاص تعطيهم مثلا مثل اكزرسيس معين يعملوه بالبيت
كل ما صارت مشكلة، يعني بحال صار في أي مشكلة بتكون هي معلمتهم على تكنيكس معينة. طبعا ما رح نجي نحكيهم هلأ، عم نحكي أفكار شو بصير خلال هيدا الجلسة العلاجية أو الجلسات، ممكن يكون مرة أسبوعية، ممكن مرة شهريا، مرة كل كم شهر بيروحوا بفضوا هيدا الطاقة هيدا الأشياء يمكن، وبصيروا يطلع منهم حكي يمكن هن ما عارفين انه هن عن جد كانوا مخبيين كل هالمشاكل او الاشياء اللي مضايقتهم جواتهم. وطبعا من بعدها رح تكون هالعلاقه الزوجيه اكيد تتحسن. في ناس كمان اثبتت دراسات للاسف وبالاخص بمجتمعاتنا، لما يروحوا ويقرروا يعملوا كابل ثيرابي بيكون مينيموم صار لهم عندهم هيدي المشاكل لست سنين، يعني مينيموم لحتى يقرروا انه لا صار لازم نحن نشوف حدا، انه مش من الاول. هو بالعكس منه غلط، يمكن يكون موضوع معين مثل ما قلنا، يمكن الادمان على نوع معين، يمكن مشاكل ماديه، يمكن الصرف، يمكن الحياه الجنسيه. كل ما كانت ابكر كل ما كانت افضل. وفي ناس كمان مش بس من الاول، في ناس بيكونوا بوقت كتير مأخر بحياتهم وبدهم يجددوا هالحياة الزوجية بشكل إيجابي، وبس في عندهم بعض الأمور يمكن حابين أنهم يحكوا فيها، كمان مش غلط أنهم يلجأوا لهيدا النوع من العلاج. حلو كتير جوال، ومنعرف هون أهمية عن جد أنه يكون بحياة كل شخص في معالج نفسي بيتابعه بيومياته، بيقدر يمكن يساعده إن كان بحياته العملية، إن كان بحياته حتى الزوجية مثل ما اليوم كان موضوعنا، وأنه هيدا الشيء ما يكون أبدا تابو. بالعكس اليوم كل ما يكون في حدنا أشخاص متخصصين عم بيساعدونا كل ما حياتنا بتكون أفضل. وبس كون بالبيت مرتاحين هيدا الشيء بأثر على كل حياتنا، إن كان بالعمل، بعلاقاتنا مع الناس، صح. مع أولادنا، بكل شيء تبعنا. صح. حتى زينة إذا بتسمحي لي بس آخر فضل. شغلة بدي أقول، في كيس بتذكرها كتير منيح. هيدا الكيس كانت يعني هنا كابل، زوجه ومرته، هو ما كان بده أولاد لأنه خلص مقرر أنه ما بده أولاد، وعم بيربي أولاد خيه اللي متوفي، وهي مع الوقت هي كتير بحبوا بعض، عندهم علاقة زوجية بيرفكت وبحبوا كتير بعض وتزوجوا عن حب. هو ما بده أولاد، هي بده أولاد. وصل الوقت أنه للطلاق، وصل الوقت أنه صار خلص، يعني هي كمان عم يحرمها من نعمة الأمومة ومن هالشي اللي هي عن جد بتتمنى بعد فترة الزواج، وهي بعدها بتحبه هو كمان. بعد وقت باختصار ما قدروا يعيشوا بلا بعض، وإجوا بدهم يرجعوا لبعض، وقبل معها أنهم يجيبوا أولاد. ما قدرت تحبل، يعني قبل كان عندها البوسيبيليتي تحبل، هون ما قدرت تحبل. ليش؟ لأنه لعب الدور النفسي لعبته بقلب جسمها وبطلت تقدر تحبل. هي ما كانت عم بتعبر مزبوط، لبعد فترات للجؤوا للعلاج النفسي لعرفت هي هالمعالجة انه هيدا الانسان كانت خايفة، سو جسمها كان عم يعمل ردة فعل. يعني حتى النفسية مثل ما قلنا قبل، مالادي بسيكوسوماتيك أو الأمراض النفسية الجسدية، الجسم بصير يحكي هو خايف، إنه بركي أنا هلأ عم بحبل بس أنا شريكي منه رضيان، منه مبسوط، عم بتكون أنانية، بطلت يعني نفسية. يعني صار هيدا الشيء النفسي ممكن يأثر كمان على يعني الأمور الجسدية، الأعراض الجسدية تبع كل إنسان. وهون بنعرف أهمية أنه نداوي دايما الأمور النفسية أو نحكي عنها بطريقة طبعا لمعالج نفسي متخصص، كرمال ما تكون المشكلة نفسية وتقلب تصير يعني عصبية أو جسدية أو تأثر كتير على وتؤدي لمشاكل أكبر. صح. شكرا كثير لك المعالجه النفسيه جوال زعيتي، بنشوفك ان الله رد الاحد المقبل.